مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. النهارده يوم الثلاث، 23 يونيو 2020، واثنين من ذو القعده 1441، كوفيد 19. طبعا احنا لغايه دلوقتي بنواجه فيروس كورونا وبنستعد ليه، ومن اول ما بدأ بقى فيه اجراءات احترازيه طبعا بنتبعها وبناخد بالنا منها كويس. طيب، في اجراءات عالميا اللي هي ممكن تنقسم الى 3 مراحل، واحنا دلوقتي في المرحله الثانيه، فربنا يعيننا يا رب ان شاء الله. اول مرحله هي شاهدناها كلنا وشفناها، وهي الاقفال التام. طبعا كلنا كنا قاعدين في البيت، الحجر المنزلي والحظر التجول، وكان في حاجات كتيره جدا بتحصل طبعا شاهدناها وشفناها والعالم كله شافها. اما المرحله الثانيه وهي المرحله العوده التدريجيه، يعني هنبتدي ان احنا نرجع تدريجيا. طبعا دي مشكله كبيره جدا ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا، لان لازم نقوم بالاجراءات الوقائيه كويس، واذا حصل في استهتار في الموضوع في المرض او ما خدناش احترازات كافيه مش هنقدر نسيطر عليه. اما المرحله الثالثه وهي العوده التامه، وان شاء الله كلنا نرجع كده بسلام لاعمالنا ولحياتنا كلنا باذن الله. طبعا في بعض الاجراءات الاحترازيه اللي رئيس الوزراء قالها للتعامل في الفتره المقبله، وهتبتدي من يوم السبت ان شاء الله الموافق 27 يونيو 2020 و6 من ذو القعده 1441. تعالوا مع بعض مشاهدينا نعرف ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي رئيس الوزراء قال عليها. اول حاجه، حظر حركه المواطنين هتبتدي من يوم السبت زي ما قلت لحضراتكم، الموافق يوم 27 يونيو، هتبتدي من الساعة 12 صباحا وحتى 4 فجرا. بداية من السبت المقبل إعادة فتح المقاهي والكافيهات والنوادي الرياضية، طبعا بنسبة 25%. يعني انت لو جاي عميل ليك او جاي 100 عميل ليك هتاخد منهم 25 بس. ليه؟ عشان برضو نتبع الإجراءات والحفاظ على صحتك ويكون في تباعد اجتماعي، ده أهم حاجة وضروري. طبعا دور العبادة يوم السبت المقبل إن شاء الله مع استمرار دور العبادة، طبعا هننزل نصلي بس في يوم الجمعة والصلوات الأسبوعية في الكنيسة، طبعا دي هتبقى تعليق الصلاة. إغلاق المحلات الساعة 9 مساء، والكافيهات والمطاعم هتبتدي من الساعة 12 تقفل، يعني المحلات الساعة 9 والكافيهات والمطاعم الساعة 10. الأنشطة الرياضية طبعا هترجع تاني، ومراكز الشباب والأندية، وفتح دور السينما والمسارح من السبت المقبل، وطبعا 25% ما نزيدش عن عدد خالص في المقاهي والكافيهات والمسارح والسينما عشان الحفاظ على صحتنا والتباعد الاجتماعي ضروري جدا ومهم. طبعا في موضوع تاني مهم، منظمة الصحة العالمية بتحذر ان دي مرحلة خطيرة وجديدة، ولازم ناخد بالنا كويس جدا من الاجراءات الاحترازية، لان فعلا هو فيروس مازال بينتشر بسرعة ومازال مميت، واحنا لازم ما يكونش عندنا استهتار ولا سخرية بالموضوع، لان الفترة دي هي الفترة التدريجية اللي بنرجع بالتدريج وبنرجع واحدة واحدة عشان نشوف هنقدر سوري نسيطر على الموضوع ولا لا قدر الله يحصل حاجة. طبعا التوعية شيء مهم جدا، التباعد الاجتماعي شيء مهم جدا، تلبس الكمامة وانت نازل وتتعامل تدريجيا زي اللي احنا الاجراءات اللي هناك يجب نتبعها في الفترة المقبلة، عشان مهمة جدا وضرورية، واذا ما قدرناش نسيطر على الموضوع ممكن هنقابل الخطر الأكبر. منظمة الصحة العالمية بتدعو بجميع البلدان والناس بأن هي تاخد بالها كويس جدا من الفترة دي، فترة العودة تدريجيا. طيب احنا طبعا النهاردة هنتكلم مشاهدينا
في طبعا حساسيه الصدر شيء مهم جدا، في بعض الناس بيجي لها حساسيه الصدر والجهاز التنفسي بيصيبهم ببعض الفيروسات، ولكن فيروس كورونا هل بيأثر على حساسيه الصدر والالتهاب الرئوي؟ طبعا، ولازم ناخد بالنا كويس، وهل ليهم بروتوكولات في الادويه بتاعتهم، ولازم نشوف أكتر وأكتر ومعلومات عن الموضوع التهاب الرئوي وعلاقته بفيروس كورونا. معنا على الهاتف الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري أمراض الصدر ومدير مستشفى صدر العباسية الأسبق. أهلا بحضرتك دكتور محمود. أهلا أستاذة شيرين، ولو أن الصوت واطي شوية ممكن الصوت أعلى شوية. طيب حضرتك هيظبط الصوت. أهلا شايفك طبعا. أهلا أهلا بحضرتك. أهلاً. اهلا بحضرتك دكتور محمود. طبعا احنا العالم كله بيشاهد فيروس بيقابلنا لغايه دلوقتي، فعلا منظمه الصحه العالميه بتقول يعني هو الفتره اللي جايه دي جديده وخطيره، ويجب السيطره عليها بالاجراءات والالتزامات والقواعد اللي المفروض كل دوله تتبعها. الجهاز التنفسي دكتور محمود دايما بيسيبوا فيروسات كتيرة، فيروس كورونا بالنسبة لي هل هو مميت ولا مرض؟ هو لو هو فيروس بيتحول إلى مرض، والمرض بعد كده بيؤدي إلى حالة وفاة. طبعا هو كل إصابات الجهاز التنفسي بيبقى فيه جهاز تنفسي علوي اللي هو الأنف والأذن والحنجرة، جهاز التنفسي السفلي هو من أول بقى القصبة الهوائية والشعب الهوائيه والرئتين. اي التهابات بتيجي في الجهازين او الجهاز الواحد المنقسم يبقى اسبابها يا بكتيريه يا فيروسيه. تتراوح طبعا الاصابه بين اصابات شديده واصابات بسيطه. ايه اللي بيحكم هذا الموضوع؟ ايه اللي بيخليه ممكن واحد يجيله اصابه شديده وواحد يجيله اصابه بسيطه؟ هي الامراض كلها خصوصا الامراض المعديه هي محصلة الحرب أو المعركة اللي بتبقى بين الفيروسات أو البكتيريا وبين مناعة الجسم. لما يكون عدد الفيروسات كبير أو عدد الجراثيم البكتيريا كبير ومناعة الإنسان اللي بيصاب عن طريق الجهاز التنفسي ضعيفة أو قليلة بيصاب بالمرض، والعكس صحيح. لما تبقى مناعة الإنسان قوية وعدد الجراثيم وعدد الفيروسات بيبقى قليل بتبقى الإصابة بسيطة، وده اللي بيخلينا نشوف تراوح شديد بين الفيروس كورونا والمصابين بفيروس كورونا اللي منهم 80% تقريبا ما بيشعروش بأي أعراض. في أعراض خالص، وفي 20% هم اللي عندهم الأعراض، نقدر نقول منهم 5% أو 10% عندهم أعراض بسيطة أو متوسطة، و10% بيحتاجوا أو 15% بيحتاجوا دخول المستشفيات، و5% بيحتاجوا دخول الرعاية المركزة. مظبوط يا دكتور محمود، ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت إن هو ما زال مميت، يعني أنا مش عارفة هل هو بيأثر على الجهاز التنفسي بدرجة كده، أنا مش عارفة، حضرتك توضح أكتر. إحنا قلنا إن هو بتتراوح الموضوع إزاي بيبقى مميت؟ لما يبقى الشخص بيتعرض لعدد فيروسات كبير جدا وهو مناعته قليله. هنا هتتجاوز الاصابه من الجهاز التنفسي العلوي اللي هي اعراضه بسيطه زي السعال الجاف وارتفاع شديد شويه في درجه الحراره او فقدان حاسه الشم والتذوق. صح. مظبوط. الالتهاب الرئوي. طيب. بعض المرضى وبعض الناس اقول له انت عندك التهاب رئوي يقول لك يعني ما عنديش كورونا؟ لا، انت عندك التهاب رئوي ناتج عن الاصابه بفيروس كورونا. والالتهاب الرئوي ده بيجي لحاجات كتير منها فيروس كورونا. ايه مشكلة فيروس كورونا؟ مشكلة فيروس كورونا بيختلف عن الفيروسات التانية انه بينتشر اسرع بكتير، عشان كده بقى الموضوع وباء. يعني لو قلنا الانفلونزا ما بينتشرش بالسرعة، فيروس الانفلونزا العادية ما بينتشرش بالسرعة دي. هو بقى ليه الناس كلها بتتكلم عنه العالم كله؟ لانه اربع من المريض الواحد بينتشر بسرعة، واحد بيصيب اربعة من ثلاثة لاربعة، الانفلونزا بيصيب واحد من عشرة شخص. فهو بيصيب ناس كتير، فهي دي الخطوره. وهو سبب انتشاره العدوى فعلا، سبب انتشاره العدوى طبعا. طب دكتور محمود علاقته بالالتهاب الرئوي، فيروس كورونا وعلاقته بالالتهاب الرئوي؟ تمام.
فيروس كورونا دلوقتي دخل على الجهاز التنفسي، عمل التهاب بسيط في الشعب الهوائية، مناعة الإنسان ضعيفة، دخل على الجهاز التنفسي الأعمق شوية اللي هي الحويصلات الهوائية في الرئة، أصابها بالتهاب شديد، يحصل في مناعة في الجسم بتحاول تقاوم هذا الفيروس، بيحصل انسداد للحويصلات الهوائية دي، وبيحصل برضو بعض المرضى انسداد في الأوعية الدموية اللي هي موصلة للحويصلات الدموية. يعني هي مراحل دكتور محمود؟ مراحل طبعا مراحل. هي الحويصلات الهوائية هي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتستقبل الهواء اللي الانسان بيتنفسه والاكسجين، والاوعيه الدمويه اللي حوالين الحويصلات الهوائيه دي بتبقى جايبه ثاني اكسيد الكربون من الجسم كله، وبتتبادل هذه الغازات مع الحويصلات الهوائيه. لو حصل اي عائق في اي جزء من الجزئين دول، سواء الحويصلات الهوائيه بقت مليانه بالافرازات فما بقاش الهواء يخش مشبع بالاكسجين، او الاوعيه الدمويه اللي حوالين الحويصلات بقى فيها تجلطات فما بقتش توصل الدم عشان يحصل التبادل ده، يحصل الصعوبه في التنفس اللي بتوصل لحد الفشل التنفسي. دي المضاعفات في بعض الاحيان لجهاز التنفس الصناعي. دي المضاعفات ان المريض ممكن يواجهها ويقابلها. بالظبط. يعني فيروس الكورونا في اشد حالاته بيسبب التهاب رئوي، عشان الناس تبقى فاهمه. التهاب، يقول لك الاشعه فيها التهاب رئوي بس ما عنديش كورونا، لا. التهاب الرئوي ده نتيجه لفيروس الكورونا اللي كانت اصابتك بيه شديده، ولانك ما لجاتش للطبيب او لجات له متاخر او ما خدتش العلاج المناسب او مناعتك ضعيفه في بعض الناس، لانه بنلاقي ان الناس اللي عندهم امراض مزمنه ما بيستجيبوش حتى للادويه وللعلاج فبيتعرضوا للوفاه، زي بعض الفنانين المشهورين واللاعبين المشهورين اللي احنا سمعنا عنهم بالرغم ان هم تلقوا رعايه صحيه فائقه، الا انه نتيجه ان هم عندهم امراض اخرى ونتيجه مناعتهم ضعيفه فالفيروس بيتغلب على هذه المناعه. طيب بنحاول نساعد هذا المريض ان احنا نحطه على جهاز تنفس صناعي علشان تستعيد الرئه نشاطها وترجع تاني، يكون الجسم خضع للفيروس ترجع تقوم بوظيفتها اللي هي تبادل الغازات وهي التنفس. مظبوط يا دكتور محمود. طيب في هنا كمان مشكله بتقابلنا طبعا للظروف اللي احنا فيها وفيروس كورونا، اهم حاجه بنعملها التباعد الاجتماعي ونغسل ايدينا وكمان ان احنا نلبس الكمامه. في البيت طبعا بنعمل مطهرات وننظف والكلور والحاجات دي كلها، ولازم نستعمل الكلور مخفف، ولكن في ناس بيستعملوه بطريقه غلط، سوء استخدام، ده بيأثر على حساسيه الصدر، بيأثر على التهاب الرئوي. طبعا احنا لازم نستعمل المنظفات بالطريقه المناسبه اللي هي مقدار كوب مثلا من الكلور على 9 اكواب ميه، ما نزودش نسبه الكلور عشان يعني نتوسط شويه بالفيروس، ده هو معروف كده مقداره كوب على 9 اكواب يخفف ب9 اكواب ميه عشان الرائحه بتاعته ما تبقاش نفاذه قوي، لان احنا عارفين ان مرضى حساسيه عندهم حساسيه شديده روائح النفاذة، عندهم حساسية جديدة للأدربة، عندهم حساسية جديدة للفيروسات والميكروبات، فلازم يبقى التعرض للروائح النفاذة طبعا بحرص. طبعا كده احنا بنلبس الكمامة برضو عشان تحمينا من الرذاذ بتاع الشخص المصاب، وبنغسل ايدينا كل شوية علشان لو كحينا في ايدينا او وضعنا ايدينا على سطح عليه الفيروس او عليه الميكروب ما اخدوش والتقطوش بايدي واضعه تاني على الفم او الانف او العين وكده اصاب بالعدوى. طيب دكتور محمود دلوقتي انا شايفه ما شاء الله يعني المناخ، اعاده المناخ بشكل جديد والبيئه واعاده البيئه وفي امطار والجو بقى كويس، وحسن يعني ان كمان فيروس كورونا فعلا البيئه استفادت منه كتير جدا. قد ايه طبعا حساسيه الصدر بتتاثر او الجهاز التنفسي بالعوادم وتلوث البيئه، حضرتك شايف ايه دلوقتي في تغير المناخ واعاده البيئه تاني لحياتها وتأثيرها على الجهاز التنفسي دلوقتي؟ طبعا من الايجابيات بتاعت الفيروس كورونا القليله، ما نقدرش طبعا لازم نقول انها ايجابيات قليله، هو العزل اللي حصل او الحظر اللي حصل في دول العالم، جميع دول العالم، والعمل من خلال المنزل وعدم عمل الحجر المنزلي الكبيره، وده خفف جدا من عوادم السيارات اللي كانت بتتحرك في الشوارع
وخفف من عوادم المصانع اللي كانت بتعمل، لان في مصانع كتير اشتغلت بقوه اقل منها، فده قلل التلوث جامد جدا في الجو، لدرجه انه بيقال ان ثقب الاوزون حصل فيه التئام بعد ما كان يعني مفتوح، وده حسن جدا حتى شكل الجو العام في دول العالم. العواصم اللي كانت مشهوره بالتلوث الشديد زي بكين وزي نيويورك وزي لندن وزي القاهره، يعني هنا دلوقتي نشوف المباني ونشوف ما بنشوفهاش من كتر الغبار والتلوث البيئي من المصانع. ده طبعا حسن كتير جدا من مرضى اللي بيعانوا من الربو ومن السده الرئويه، لانه كانوا بيجي لهم ازمات حاده نتيجه تعرضهم لنسب التلوث العاليه. طبعا لكن للاسف شديد ابتدى الحظر دلوقتي يقل في العالم يفيد. كله، ومنه احنا مصر كمان. الجو رائع طبعا وجميل، بس هيرجع تاني وهيرجع الناس تنزل تاني والعربيات هتمشي تاني، وكل ده هيزود التلوث. فنرجو ان احنا نستفيد من الموضوع ده، ان احنا نفحص السيارات ونفحص المصانع ونقلل العوادم علشان يبقى الجو بتاعنا من غير كورونا يبقى جو كويس. طبعا. وبشكرك جدا، معانا دكتور محمود عبد المجيد استشاري امراض الصدر ومدير مستشفى صدر العباسيه الاسبق، طبعا على معلوماتك القيمه والجميله. طبعا اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا مشاهدينا زي ما قلت لحضراتكم، ونمشي على القواعد الاساسيه عشان الفتره المقبله دي تبقى فتره صعبه علينا، والسيطره صعبه برضو علينا. طيب تعالوا معانا على الهاتف، معانا الدكتور عصام المغازي استشاري الامراض الصدريه ورئيس جمعيه مكافحه التدخين والامراض الصدريه. اهلا بحضرتك دكتور عصام. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك دكتور عصام. مؤخرا كان في ابحاث فرنسيه بتقول ان التدخين بيقلل الاصابه من فيروس كورونا. طبعا شركات السجاير مش هتضحي بالمليارات اللي هي بتكسبها من صناعه السجاير، وبيبقى ليها تكتيكات معينه انها تستمر دايما في الصوره، وانها دايما توسع من دايره المستهلكين. فمن الحاجات المعروفه ان عندها جيش من العلماء والابحاث يقدروا يعملوا ابحاث موجهه في اتجاه معين، ومن ضمنها البحث اللي اتعمل على عينة قليلة جدا في مستشفى فرنسي على حوالي 400 مريض، وقالوا ان نسبة المدخنين فيها اقل من النسبة اللي موجودة في فرنسا بصفة عامة، وصلوا لاستنتاج ان هو التدخين بيحمي من مرض كورونا. وطبعا في اعتراضات كتير على الدراسه، العينه صغيره جدا، ممكن كمان يعني مش مظبوط يا دكتور عصام، مش مظبوط، ولكن هنا التدخين طبعا بيقلل جهاز المناعه، واحنا في الفتره دي لازم نقوي جهاز المناعه زي التغذيه وزي شرب الميه الكتير والاكل الصحي والرياضه طبعا. بس بيجي الانسان بقى، احنا معظم الناس بتدمرها بالتدخين، وهنا طبعا في اجراءات الاحترازيه اللي رئيس الوزراء قال عليها، بس كان منع الشيشه من الكافيهات. طيب تعليق حضرتك ايه وما رايك؟ هل قد ايه الشيشه بتاثر على الجهاز المناعه، وان هي الانسان اللي بيشرب ممكن يصيب بفيروس كورونا هو اكثر عرضه؟ طبعا بنحيي قرارات مجلس الوزراء النهارده، اللي هي على الرغم ان حصل فتح الجزء لمعظم الانشطه ومن ضمنها المقاهي والمطاعم، بس استمر في قرار منع الشيشه، وده قرار حكيم جدا. الشيشه مصدر لنقل امراض كتير زي السل وزي التهاب الكبدي ألف والكورونا.
لان طبعا بيستخدمها اكتر من واحد، حتى لو كان ليه مبسم لوحده، لكن الفيروس بيبقى موجود في باقي اجزاء الشيشه. لو على كده التدخين بصفه عامه سواء شيشه او سجاير او بايب او اي نوع من انواع التدخين، فهو بيخلي الانسان اكثر عرضه للامراض، لان هو بيمنع وسيله دفاع مهمه جدا في الجهاز التنفسي اللي هي السيليا او الاهداب، اللي بحركتها المستمره بتضرب المواد الغريبه والجراثيم، لكن التدخين بيعمل لها شلل فما بتقدرش تطرد الجراثيم، وبتبقى تجعل الانسان عرضه للاصابه بامراض الجهاز التنفسي. التدخين برضه بيسد النفس عن الاكل، فبرضه دوت بيقلل من مناعه الجسم. طيب دكتور عصام، دلوقتي في مشكله كبيره جدا بتواجه المراهقين، يعني السجائر الإلكترونية دلوقتي ممكن تلاقي مراهق ماسك سجائر إلكترونية بيقول دي أقل ضررا من السجائر العادية. رأي حضرتك ونصيحة ليهم. التدخين خطر بكل أنواعه، سواء التدخين التقليدي أو التدخين الإلكتروني. التدخين الإلكتروني لسه جديد، ما بقالوش حوالي 15 سنة. التدخين التقليدي عشان نكتشف أضراره قعدنا عقود كتيرة جدا لغاية ما لقينا إن هو بيأثر في الجهاز التنفسي والقلب والأورام. فلكن لغاية دلوقتي التدخين الإلكتروني ظهرت ليه أضرار كتيرة، إن هو برضه فيه نيكوتين وفيه نكهات وفيه فليفر بقى كل حاجة. فطبعا بننصح أبنائنا المراهقين إن هو ما يتغروش بالشكل البراق ويقلدوا بعض، كمان دي مشكلة. الإلكتروني وخصوصا هي برضه نشطت قوي مع ظهور كورونا، بيلعبوا لعبة بقى إيه التدخين وحش مع كورونا، فانقل الفيبنج، قال يعني دوت مش تدخين. احنا بنحاول توعية شيء مهم جدا يا دكتور عصام، وطبعا بشكر حضرتك جدا على المداخلة الحلوة دي ومعلوماتك القيمة والجميلة. بشكرك جدا دكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والأمراض الصدرية. بشكرك جدا. مشاهدينا، الفقرة الثانية اللي هتكون معانا النهاردة فقرة مهمة جدا، هيكون معانا ضيفنا العزيز اللي دايما مشرفنا معانا، دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، ان انا ازاي ابني لابني شخصية، خصوصا كمان في الازمة اللي احنا فيها، وازاي تتعامل مع ابنك في الفترة دي، وازاي ترجع تاني ثقته بنفسه، لان اكيد اثرت عليه جائحة كورونا، فبالتالي لازم نعلم أولادنا، والتوعية شيء مهم جدا. مشاهدينا، هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم وبرنامجكم مع شيرين. وطبعا مع جائحة كورونا في الفترة دي كان حجر المنزلي وكان حظر التجول، فالفترة دي عدت علينا صعبة جدا، قعدنا مع أولادنا وقعدنا فترة طويلة وبقينا نشاركهم في كل حاجة، ولكن احنا في الفترة دي شفنا بعض يعني وسلوكيات بعض وطريقة بعض في الفترة دي. فهنا قابلنا مشكلة بتواجهنا، ازاي ابني لابني شخصية، ازاي اخليه يبقى واثق من نفسه. طبعا السوشيال ميديا أثرت علينا جدا بشكل سلبي فعلا في الفترة الأخيرة، وعلى الأولاد كمان، لكن من هنا لازم نستفيد في الفترة دي، لازم نعلم أولادنا إزاي إن هم يكون عندهم شخصية ويقدروا ياخدوا قرارات، خصوصا ما بعد كورونا كمان لازم الحياة تكون علمتنا دروس كتيرة جدا، ومن ضمنها ناخد بالنا من أولادنا. تعالوا نعرف أكتر وأكتر النهاردة عن موضوعنا مع الدكتور
طارق الياس خبير التنمية البشرية. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازي صحتك؟ ازيك يا دكتور، شرفتنا والله ونورتنا. سعيد جدا بمقابلتك. احنا اكتر والله. معلوماتك قيمة وجميلة جدا يا دكتور طارق. في البداية دكتور طارق عايزين نعرف لمشاهدينا طبعا شخصية ابني اكونها ازاي؟ هل بتبتدي من نشأة ولا في سن مثلا المراهقة؟ ابتدي ازاي معي؟ دايما الشخصية بيبقى لها علامة من العلامات المهمة، هو انت سامعني ولا انا اللي سامعك، ولا احنا اللي سامعين بعض. الشخصية بتبتدي لما اتنين يسمعوا بعض. لو واحد بيتكلم والتاني طول الوقت بيسمعه هيبقى جزء من شخصية اللي بيتكلم. ولو ابني هو اللي بيتكلم وعايزني دايما اسمعه حتى ما علقش عليه، ولو علقت يزعل، هتبقى شخصيته دايما اللي هو بيعبر عنها او بيكشفها وعايزني دايما ما اعترضش عليها. في الحالتين غلط. لكن لما يكون بيتكلم والأب يصحح أشياء بدون ما يكون النقد مباشر، دي بداية بناء الشخصية. هي مشكلة في النقد بقى يا دكتور طارق، لأن احنا قاعدين للنهار ما تعمل أوامر، بندي أوامر كده. وحكاية مشكلة. إيه ما تعملش كذا دي أخطر ما تتخيلي، والممنوع مرغوب زي ما حضرتك فاهمة. فلازم هو اللي يبقى إيه بيقيم نفسه من خلال سلوكيات الأب. عايز أقولك إن الأب كلما كان قدوة ويحترم نفسه بيحترم أسرته وما بيسمعش عن باباه أو مامته شيء سيء، فتبص تلاقيه دايما يقولك إيه أنا عايز أبقى زي بابا. طيب ما هي دي البداية كمان، إنه هل غابت فكرة القدوة؟ والله ممكن. هل ساعات كنت أحس إن الأب مش قد المشكلة اللي الأسرة فيها فيبتدي ينسحب من حلها ويسيب الحل للأم فيذهبوا إلى الأم، شايفين إن الأم هي الشخصية الأقوى في البيت، فيبتدي الأب يختل الميزان قدام الأولاد، مش هو ده الشخص القوي. عشان كده خدي بالك بقى، الابن عندما يكتشف، بالذات الابن غير الأم كمان غير البنت، الولد شايف في الأب هي العلامة من علامات الرجولة، وعلامات الرجولة دي اللي هو بيستمد منها هو الولد رجولته. فعشان كده هي دي بقى بداية بناء شخصية الولد. أصل مشكلة كمان يا دكتور طارق دلوقتي اليافعين واليافعات، المراهقين والمراهقات، وفي الجيل الغريب ده، وفي الأزمة كورونا كمان، ومن قبل أزمة كورونا كان في وباء تاني اللي هو وباء السوشيال ميديا. طبعا. لدرجة الولد لما يقع في مشكلة ولا في أزمة ولا ما يعرفش ياخد قرار، تلاقي شخصيته ضعيفة، تلاقي إن هو مش عارف يبتدي منين، وده مشكلة كبيرة جدا. وده جيل وهيواجه وهيشتغل وهيتجوز ويعمل أسرة وبيت ويعمل حياة ليه تانية. طيب من هنا بقى أي أم قاعدة معانا دلوقتي وبتسمع، هل أبتدي أكون شخصية بتاعته وهو صغير؟ أبدأ بقى أخليه يشوف بابا إزاي، مامته إزاي، القواعد الأساسية اللي المفروض يلتزم بيها، مواعيد دلوقتي لازم النوم كده، ولا بتبتدي يعني بدري شوية عن كده؟ الابن وهو بعد سن 5-6 سنين يبتدي يلاحظ كل ما يحدث حوله. عنده استيعاب من 5 سنين. بياخد باله من كل حاجة، بياخد باله من حركات الأب، الأم، الصوت العالي، ما بقاش بيتخض زي لما كان لسه بيبي صغير، أي صوت عالي يخليه يبكي، دلوقتي ما بقاش بيبكي. لكن هو ممكن يستخبى، هو ممكن يهتم بلعبه وما يهتمش بزعيق الأب والأم مع بعض إذا ده حدث. فعلشان كده هنلاقي إن ابننا بدأ يلاحظ الأشياء الصوتية إنها ما عادتش بتقلقه. يبقى الكلام اللي يتقال بالنسبة والأولاد لسه صحيين هو الكلام اللي يهم الأولاد مش يهمنا احنا. أخد بالي كويس جدا في الفترة دي. علشان هيقلد ويستمر بقى في الحركات وفي كل حاجة، ويخاف يا إما يبقى متماسك. يخاف لما يلاقي الأب دايما صوته عالي وينهر الابن على كل ما هو تافه، فيبقى شخصية الولد حاسس إن هو صح ولا غلط. يعني هو بابا بيزعق على كل حاجة، لكن لما يبقى الأب ما بيزعقش ولا الأم على كل حاجة، ولكن لما يبقى الموضوع له أهمية يبتدي الولد ياخد باله. يعني أنا مثلا ممكن أشوف
طفل عنده 7 8 سنين جاي بيقول لأبوه هقول لك يا بابا على حاجة بس ما تزعلش، مش هقول لك يا بابا على حاجة بس ما تضربنيش. لا، شوف بقى الفرق في الايه، في الجملة. ما تضربنيش يبقى مش هقول، يعني انا خفت يا اما خلاص. يعني هقولها بطريقة تانية او هجمل الكلام اللي حصل، هخبي معلومات، اخبي شهادة خدتها ما خدتش فيها درجة كويسة، ان في المدرس باعت او المدرسة باعت معاه جواب مش هديه لان هو في استدعاء لولي الامر مثلا. الاشياء اللي من هذا النوع بتبين قد ايه ان الولد خايف من البيت اكتر ما خايف من المدرسه، وده تاثيره يا دكتور طارق من الطفوله، من اول خلاص. ما بيتولد اصلا اي حاجه الاب بيزعق عليها، اي حاجه خناقه الام على طول بتضرب ومنهاره بالزبط. ومشاكل كتيره جدا، فمن هنا الثقه بتبقى مش موجوده، مهزوزه. طب نعيدها ازاي بقى يا دكتور طارق؟ نرجع الثقه تاني ازاي؟ اذا احنا ما كناش صح وبدا الولد يفقدها او البنت، نبتدي اول ما نحس انهم دخلوا في سن تبتدي تكون شخصيتهم بقى. يعني لو الولد بدأ يخش على سن المراهقة، ده انا لازم اقلق. ليه بقى؟ لانه هياخد كل جملة هتتقاله على انها تقليل من شخصيته وتقليل من رجولته، فيبتدي يزعل ويتقمص وياخد موقف من ابوه وامه مش عايز يكلمهم، ويبتدي يعمل الحاجات اللي بيقولوا له ما تعملهاش كنوع من انواع اثبات الذات. إذا هو ده مش تحدي على فكرة، ولكن هو عايز يثبت ذاته راجل بقى في البيت. لا، ده أنا هحكي لك، ده صيانة لشخصيته، بيعمل صيانة لنفسه، وبالتالي يقوم عامل إيه؟ يقوم يعمل اللي قالوا له عليه ما يعملوش. طب أنا بقى هعمل كذا، قال يعني الولد متحدي يعني، فبان رجولته في إنه بينفذ اللي هم قالوا له ما يعملوش. لازم ناخده بهدوء، ولازم نقنعه إن ده غلط. ده أنا هقول لك إنه أحيانا بعض الأبهات يخلي الولد يخطئ قدامه في حاجة بيعملها، يقول له شفت انت عملت الحاجة من غير ما تكون دقيق فغلطت، تعال نعيدها تاني. مش بقى اقول له انت ما بتفهمش، انت عقليتك محدودة، هو انا مهما اقول لك مش قادر تفهم. لا، هو انا مش هقولها له كده، صوت عالي وطريقة مش كويسة، وهو كبير فما ينفعش. بالظبط كده. زي ام ادت في طبق لبنتها وقع منها اتكسر، في حالتين، ان انا يا اما اديها طبق تاني واقول لها معلش ما حصلش حاجه فداكي امسكيه افضل وامسك معاها عشان اعلمها، او ان انا انهارها او امد ايدي عليها، وبالتالي عمرها ما هتعمل عمل ايجابي بعد كده، هتخاف من العقاب. اللي بياخد الثقه الى الحضيض هو شخص لا يحترم شخصيه اولاده، وبالتالي هو بيعمل ايه؟ بيصادر على ثقتهم في نفسه، بيصادر على رجولة الولد المبكرة، بيصادر على أنوثة البنت المبكرة اللي هي بتبتدي تهتم بنفسها شوية، عايزة تقلد مامتها، عايزة تمسك الفرشة بتاعت الشعر وتقعد نص ساعة قدام مش عارف ايه المراية وماله. احنا بنشجعها على ده علشان نكون شخصيتها الأنثوية، لكن ما نسحبش منها الجانب ده. هي مشكلة فعلا يا دكتور طارق، ولازم يبقى فيه توعية عشان نفهم كمان يعني الآباء والأمهات. وفي نفس الوقت جائحة كورونا غيرت نمط حياتنا اليومية طبعا، مفيش كلام، ولازم كمان سلوكياتنا تتغير، وفي نفس الوقت عشان أولادنا ياخدوا السلوكيات الكويسة فيما بعد يعني، ويتعلموا الصح. حضرتك قلت كلمة جميلة جدا، تحقيق الذات يعني. هنا المراهق أو المراهقة بتبقى فعلا عايزة بقى إن هي أو هو يعمل لنفسه شخصية. ليه بقى بيرسمها على بابا ومامته أول حاجة؟ يعني لأن إيه هنا؟ هم أهم اتنين عنده. وأهم من مدرسة. الكلام. بس الاتنين أهم. ليه بقى؟ دايما يلاحظ ملامح وش الأب والأم وهو بيعمل أي عمل. بيفهم. وعايز يشوفهم هم يعني متابعين ولا لأ. مش ساعات بتلاقي في طفل صغير بيلعب وعمال بيبص لأبوه يشوف كده، ملاحظ ان هو بيلعب بالالعاب بتاعته بشكل كويس ولا لا، وساعات يقعد ينده على ابوه. بابا 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 بابا، مش عشان يضايقه، ده علشان الاب يقول له ايه؟ برافو عليك، انت هتطلع ولد ممتاز، انت بتفهم. هو عايز التشجيع. عشان كده خدي بال حضرتك، لما بيكون في ملاحظه من شخص فاهم وراشد لطفل او لحد في سن المراهقه اللي بيعمله، فيعطيه نصائح ايجابيه دايما، تبص تلاقي الأعمال بتاعته بتنمو، لأن عنده حد بيكتشف موهبة ابنه مبكرا أو يكتشف القدرات بتاعته. يعني أنا أتذكر إن ابني وهو سنه صغير عنده 6 سنين،
ورايح على المكتبه بتاعت الكتب بتاعتي، خد كتاب يهمني انا شخصيا من الكتب اللي بحب احتفظ بيها. ايه يا دكتور؟ كتاب إيه؟ انا يهمني. فراح ماسك الكتاب بطريقه كان هيتقطع في ايده. ما جريتش بقى انا وخطفت الكتاب من ايديه، والا مش هيعملها تاني، لان انا يهمني ان هو يقرا كتب لما يكبر في سن اكبر. ايوه شيء مهم. ماسك منه الكتاب وهو في ايده، قلت له يا حبيبي انا احبك تمسك الكتاب بس ما تفردوش قوي كده عشان ما يتقطعش من ايده. علمته اضمه. علمته واديته توعيه وسبته في ايده، وسبته في ايده، بديله ثقه بنفسه ان هو يقراه او يشوف ايه، ما خافش من رد الفعل. هي فعلا مشكله كبيره جدا، ودي مشكله فعلا يا دكتور طارق بتقابلنا في الثقه. الثقه شيء مهم جدا، اللي بتخليك عندك راحه بال وواثق من نفسك وادائك وكل حاجه بتبقى جميله. هي بس طب ناخد معانا اتصال هاتفي بعد اذنك يا دكتور طارق. طبعا اتفضلي. الو الو اهلا. ايوه معاك يا فندم. الاستاذ مين؟ مروان. اهلا استاذ مروان. اهلا بك يا استاذ، وبرحب بضيفك الكريم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا بك يا استاذ. اتفضل. احنا بنتكلم عن بناء الشخصية لأولادنا، فشيء مهم جدا. هو بناء الشخصية يعني ده يعني موضوع جميل للحلقة. شكرا صراحة، انا بحييكوا عليه. شكرا. وبحيي على الردود المميزة للدكتور الكريم. شكرا. بشكرك جدا استاذ مروان، تابعنا، ميرسي جدا. طيب يا دكتور طارق، برضو احنا دلوقتي الام بتستسهل، يعني انا دلوقتي لا انا مش هفضل بقى هاتي معايا. احنا بنتكلم دلوقتي في الجزئيه المراهق بقى والمراهقه الصغننه دي اللي يعني ما بين البنين كده، انا مش قادره بقى اتعامل معاه، هكبر دماغي هسيبه بقى خلاص، زهقت مش قادره ان انا اتابع على طول، عنيد على طول. ما فعلا السن ده يا دكتور طارق بيبقى عنيد جدا جدا، ما بيسمعش الكلام. الام هنا بقى تتجه لايه؟ تعمل ايه؟ الخطوات ايه علشان اقدر اديه ثقه بنفسه وقيمه لذاته كمان؟ في ام علمت بنتها انها دايما لما تيجي تتكلم تقول لها لو سمحت يا ماما انا عايز اقول لك حاجه. فلما البنت دي دخلت كي جي 1 راحت واخداها طالعه بيها على المدرسه وفضلت مستنيه المدرسه بتاعتها. قالت لها بنتي تعودت تقول لي لو سمحت يا مامي انا عاوز اتكلم. ممكن بعد اذنك لما تكون هي بتقول لك لو سمحتي انا عايزه اتكلم تخليها تتكلم؟ فراحت قايله لها اشمعنى؟ قالت لها علشان الجزء ده انا كنت حريصه عليه ان انا ابنيها مع بنتي. ممكن ما نغيرش الرسالة بيني وبينك ويبقى المدرسة تكمل اللي بيحصل جوه البيت. قالت لها أنا ما عنديش مانع، ده يمكن أعلم بقية الولاد كده. في مضي الوقت المدرسة اتصلت بالأم بعد حوالي شهرين، قالت لها تخيلي إن اللي أنت قلته لي أفادني في بداية العام الدراسي، أنا كنت أول سنة ليا في العام الدراسي وعلمت بنتي في البيت إنها تقول لي لو سمحت يا ماما. شوفي بقى الأم لما تكون متحملة مسؤولية رسالة هي بتقدمها. أنا علمت البنت ما سلمهاش لمدرسة أنا مش عارف هتتعامل إزاي، ما سلمش ابني لمدرس يعلمه ألفاظ هو مش متعود عليها. فلازم الأب يتدخل في البداية، ولازم الأم، محدش بقى يقول إيه وإحنا فاضيين، إحنا عندنا همومنا. بس دولت هي قضيتكم. لا بس كورونا علمتنا دلوقتي بقى حياة تانية، يعني طبعا الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت وما بعد كورونا فعلا غير قبل كورونا خالص. سواء في الحياة، سواء في الاقتصاد، السياسة، خريطة العالم كلها دلوقتي اتغيرت خالص. الدنيا اتغيرت ويجب حتى زي ما انت تفضلتي تفكر. الجو نفسه اتغير. الجو اتغير. فعلا مش المناخ نفسه اختلف. فعلا. فعلا وفعلا نتمنى برضو ان احنا نتغير، لان ده وقته كمان يا دكتور طارق، وان احنا نعيد ترتيب اولادنا من جديد. انا طبعا السوشيال ميديا ضيعت التفكير وضيعت الوقت وضيعت صحتنا. طب حضرتك توجه رسالة ايه لكل ام على السوشيال ميديا؟ ان هم ازاي عادي كلنا نقعد نتفرج
ونتابع شغلنا ونتابع الأحداث بس بنظام يا دكتور طارق، إزاي يرتبوا متابعة الأحداث والحياة، ولو في حد عايز يتابع حاجة بطريقة صحيحة برضو سوء الاستخدام بيفقد كل حاجة وجمالها. هم سألوا في مرة أديب عظيم جدا ويليام شكسبير، قالوا له إيه سبب عظمتك في تأليف القصص وأشعارك الإنجليزية العظيمة؟ فراح رادد قال إيه؟ قال لي أني أبدأ دائما بعشوائية الأديب ثم أضع القواعد المنظمة ليها. يعني الشخص لازم يبقى عشوائي التوجه في البداية فيعمل الحاجة بدون ما يرتبها، وبعدين يضع لها قاعدة بتنظمها. أنا عجبني قوي إن أنا أقعد على الفيسبوك بس بياخد مني وقت طويل جدا ما بين الكومنت وما بين مش عارف إيه وأتفرج على فيديو، وبعدين مع شوية أقول لنفسي إيه ده بيستهلك الوقت، أبتدي أضع القاعدة. لكن الشخص اللي بيقول أنا عامل قاعدة معينة بتفلت الأمور منه. ليه بقى؟ لأن القواعد دي هو ما كانش حاكمها ولا كان مؤمن بيها. الواحد لما بيجي يكتب كتاب، أحد مؤلفاتي مثلا أنا أكتب بلا ترتيب وأكتب بلا مقدمة وما بحطش فيه ريسلي وبسيب لغاية ما الكتاب يخلص وبعدين أعيد عمليات الترتيب بشكل قاعدي وبعدين أعمل الفهرس في الآخر، اللي يمكن في الأول ألاقيه يبقى في النص أفضل، واللي في النص يمكن يذهب إلى الأول مرة تانية. الإنسان بطبعه هو بيحب يكون على سجيته. الشخص لما يمشي على خط واحد لازم غصب عنه هيصيبه حالة انهيار لأنه مش واخد على أنه يمشي بالقواعد على طول. أحيانا الإنسان يأكل بالطريقة اللي تعجبه ويقول الكلام اللي هو عايز يقوله، لكن بعد كده يبتدي يتنبه أن الكلام اللي على سجيته ده مش في كل مقام، لأن في كل مقام مقال. عشان كده خدي بالك أنا أكون الشخصية لما سيب الولد بعشوائيته وخليه ينطلق، ومش كل كلمة أقولها له أو معامل إيه لا أنت غلطان أنت إزاي تقول كلمة زي دي أنت ما بتفهمش، لا ده أنا سيبه يقول اللي هو عايزه وبعدين أخده أديله رسالة فيها نوع من الرقي، أعلمه كلمة من فضلك، أعلمه كلمة لو سمحت، دي معلومات أقوي أأسس القواعد بتاعته وخلي كمان السوشيال ميديا تتوظف صح. والسوشيال ميديا شيء مهم جدا طبعا يا دكتور طارق، حتى القعدة بتتكون، أنا بعرف الشخص ده من القعدة بتتكون شخصيته من طريقة أسلوبه، بيقول فعلا البيت ده طلع شخصية كويسة بتواجه الحياة والمجتمع. طبعا الكلام معاك جميل جدا يا دكتور طارق، وطبعا حضرتك اديتنا معلومات جميلة وقيمة. عايزة حضرتك بقى تقول كلمة لكورونا، زمن الكورونا بقى حضرتك. احنا مش خايفين منك لان احنا جالنا فيروسات كتيرة اقوى منك، واللي انت ما تعرفيهوش انا بتكلم على كورونا. أيوة. ان كان عندنا ما يسمى بالانفلونزا الاسبانية ودي قتلت عدد ضخم وصل للملايين ولم نسمع عنها بعد كده. كان في حاجة اسمها H1N1 اللي هي انفلونزا الخنازير ولم يسمع عنها احد بعد ذلك شيء. عايز اقول لك ده امتداد لعدد من الفيروسات دايما بيظهر كل حوالي 50 أو 100 سنة وبياخد ويحصد كتير من الضحايا، يعني ربنا يرحمهم. أمين ولكن أمين كلهم يا رب. كلنا لازم نتعلم حاجة، إن الدنيا حلوة وإن اللي كنا بنعمله مش حاسين بقيمته حسينا بقيمته. ولو كل واحد فينا بص في عينين زوجته وأولاده ولمت العيلة جوه البيت وإحنا كلنا في أمان، هنعرف إن ده كان رصيد كبير ربنا مديهولنا عشان نعرف نعمته طبعا. وانا بحس كمان ان فيروس كورونا هو يعني اضافه جديده لحياتنا، على قد ما احنا بنشوفه وبنقلق منه ومش فاهمينه وخايفين، بس في جانب ايجابي جميل جدا، كفايه المناخ والطبيعه رجعت لحياتها الطبيعيه تانية من 70 سنة ما شفناش. انا مش حتى ثقب الاوزون التئم فيعني الحمد لله على كل شيء. طبعا بشكرك جدا دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه، معلوماتك القيمه والجميله بشكرك جدا يا دكتور. مشاهدينا طبعا كوفيد 19 فعلا خلينا نتكلم في حاجات كتيرة جدا وناخد بالنا من أشياء احنا فعلا كنا هاملينها،
ولكن علينا الإجراءات الاحترازية وقرار رئيس الوزراء برضو ما نستهترش في الموضوع، وعلينا الالتزام بالاحترازات الوقائية والتزام التعامل في الفترة دي المقبلة، هي صعبة جدا. والتغيير ده كله هيحصل إن شاء الله يوم السبت 27 يونيو، فعايزين نلتزم بجد، وعايزين يكون عندنا توعية كفاية واهتمام، وناخد بالنا من القواعد كويس جدا، والتباعد الاجتماعي شيء مهم. فعشان نعدي المرحلة دي وهي مرحلة السيطرة، إذا قدرنا إن شاء الله نسيطر على المرض هنعدي المرحلة الثالثة وهي العودة التامة لينا كلنا إن شاء الله. أشوفكم على خير مشاهدينا الثلاث الجاي الساعة 9 في مواضيع جديدة إن شاء الله.